حالتي حالة، حالتي حالة. أقدم لكم الشغل يا حمادي. أنت وعبادي؟ مليش اللوني ألف زلج عمرنا وإحنا نجري لنا بعد الألف والألفين وقصقص زيوب، وغيرنا يهبر الهذرات ويقرح للمواطن النفرات. والله أنه سرقك، ولو سرقنا ألف ولا ألفين سمونا سرق، ولو سرق تلفون عادوه يحرق لك الشريحة. أكا كبير، أكا أنا أفديرك باك، تعمل لي ملطام لكن لما تهر أسناني أدبي حق ما كنكو غافل على السرقة. عمل تفتجعش. أسألك بالله تدبزني هنا فم المعدة، تراقدني أسبوع بالعيادة المركزة لأجل أفهم ووقع آدمي ووقع هم ماري صغي. والله أنه صادق. اسمعوني، أنتم عارفين بالمثال يقول اعمل خير وارميه للبحر، وأنا وأعوذ بالله منكم ومن كلمة أنا بعمل بكم خير وبرميكم للبحر. بس ها اوبه تغرقوا. ضريح جدا. اسمعوا، انا بجربكم باول عمليه خطيره. عمليه بواسير فتاق. ندري من العمليه. عمليه فن الاحتيال. مفهوم فن الاحتياج. احتيال مفهوم. سرقه معروف. اسمعوا، العمليه كبيره، عمليه كبيره ويشتيله شغل ويشتيله تفكير وتكتكه، ولازم تستوعبوا هذه العمليه. هذا الظرف لك يا حمادي. انا افدي ايدك، اظافر ايدك، اظافر رجولك، مصروف من اول جلسه. لا، هذا دورك في العمليه. دكتور اقرأ اللي داخل وانت بتفهم كل حاجة. وهذا الظرف لك، يبو دورك بالعملية. أكيد مساعد دكتور. اقرأ اللي داخل الظرف وبتفهم كل حاجة. تفضل. شكرا. إن شاء الله مع القلوب ومع وأنا شكرا حبيبي. هذا مراق. أهم شيء شيكم تقرأوا وتذاكروا تمام، تعرفوا التاريخ والمكان والوقت، مفهوم؟ أنا طبعاً بغير أشكالكم وملابسكم هذه الرثة والقذارة هذه، وبوديكم عند حلاق لضبطكم، إن العملية يشيلها تغيير بالشكل وباللبس، مفهوم ولا لا؟ حالتي حالة، حالتي حالة.